بناء عليه اولا وضوح الرؤيه، اولا يبقى عارف انه الفساد ده مش ممارسات فرديه لمجموعه من المنحرفين، لكن بنيه الدوله فيها قوانين وتشريعات، فيها اساليب عمل اداري، عارف ازاي يقدر يواجه ده وهو متغلغل في بنيه الدوله. وهيواجهه بقى اللي انت قلت عليه بالظبط، وده التحدي الرئيسي، جماعات المصالح اللي هتقاتل باستماته. احنا عندنا 2000 شخص، انا يا ريت لو اعرف كده كنت جبت لك قائمه الاسماء. احنا قمنا بحصر 2000 شخص في مصر تقريبا بيمتلكوا الجزء الاكبر من الثروه القوميه ومن حوالي ربع الدخل القومي، 2000 شخص بمصانعهم بمشروعاتهم بكذا، وبالتالي دي قوه هائله تحتاج الى قائد ورئاسه لديها وضوح للرؤيه ولديها مجموعه من السياسات جرى رسمها بوضوح وقدره على حسم القرارات وتطبيق هذه السياسات بصرف النظر عن هذه النقطه.